الاتجار بالأشخاص هي جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها. هكذا عرفت الأمم المتحدة الاتجار بالبشر. أما منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول فقد حددت الاتجار بالبشر بعدة أنواع. أولها الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري، إذ يتم استخدام الأشخاص باستخدام الخداع والإكراه إلى أن يجدون أنفسهم محتجزين في ظروف العبودية للقيام بمجموعة متنوعة من الأشغال، وينتشر هذا النوع بشكل أوسع في البلدان النامية. النوع الثاني هو الاتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية، إذ يسمح هذا النوع للشبكات الإجرامية بجني أرباح كبيرة دون مخاطرة، إذ يضطر الضحايا لتنفيذ الأنشطة غير القانونية والتي بدورها تولد الإيرادات، وتشمل هذه الأنشطة السرقة أو زراعة المخدرات أو بيع السلع المقلدة أو التسول القسري. نوع آخر من الاتجار بالبشر يركز على النساء، حيث يتم استغلالهن جنسيا، حيث تعمل شبكات منظمة لذلك عن طريق حث النساء على ترك بلادهم وإغراهم بالوعود في العمل اللائق وتزويدهم بوثائق سفر مزورة حتى يجدن أنفسهن محتجزات في ظروف غير إنسانية ورعب مستمر ليتم إجبارهن على الاستغلال الجنسي. أما الاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء فيبدو من الأنواع الرائجة أيضا، إذ تستغل منظمات إجرامية مختصة قوائم الانتظار لعمليات الزرع الطويلة جدا لينتهزوا هذه الفرص في استغلال يأس المرضى وأغراءهم بإجراء العمليات في ظروف سرية دون متابعة طبية. النوع الأخير من الاتجار بالبشر يكون عن طريق تهريب المهاجرين، حيث يمكن أن يقع العديد من المهاجرين وخاصة في البلدان التي تتعرض لمجاعات أو أعمال حربية ضحية العمل القسري طوال رحلتهم، فيجبر المهربون المهاجرين على العمل في ظروف غير إنسانية لدفع ثمن مرورهم غير القانوني عبر الحدود.